السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي حبيباتي في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت لكم بهكذا بمزيلات للشعر، هكذا من ماركة ديال براون وماركة ديال كيماي. نتمنى ان شاء الله ان عندي تجربة معهم، نتمنى ان شاء الله انه هكذا يكون الفيديو مفيد لكم. القلم اللي عندي انا مزيل شعر هو هذا، كيف ما كتلاحظوا هذا اللي كتلاحظوا هكذا في الصوره. كانت نصحات ليه هي اللي كانت خداته وقالت لي راه زوين زوين لازاله الشعر، غير خدي. مشيت انا باغا ناخذ وقت نوعيه واحده اخرى من نفس لامار كي ماينيت، ولكن هكذا فيها الريوصه متعدين وفيها هكذايا هكايا مبدله في اللون ومبدله في الشكل، ولكن نفس لامارك. اللي زوين فيها هو هذا القلم، اما باقي الريوصه شويه اللي بغى يستعملهم وصافي. هادو القلم هو اللي زوين، هذا الراس هو اللي زوين اللي كتلاحظوا دابا. لقيت نيت اللي عطاتني الصديقه ديالي، لكن لقيته مختلف على ماشي مختلف. واحد انا خديته من القيصريه البنات، ما خديتوش كاع هكذا من مرجان ولا شي بلاصه اخرى، خديته فقط من القيصريه. واحد من ماركاش القيصريه قال لي راه ما زوينش وراه غادي يخسر لك دغيا، وهادي راه غتكون شتيها في اليوتيوب وهادي صافي. ما بقيتش وراني هذيك براون، ولكن ماشي بحال هذه اللي شفتو عندي في الصور، هذيك اللي شايفين في الاول ديال الصور. هذيك راه كتنتف الشعر، كديرها بحال الخيط اولا بحال كتعرو، ما كتخليش كينوض الشعر خفيف مور كديري بها. اما هادو رازوارات، وحتى ديك اللي وراني براون فهي راه رازوار، ماشي كتنتف الشعر، هي رازوار. قال لي 100 درهم هذاك القلم، كان ب 50 درهم 50 درهم 60 درهم تلقاوها البنات على حساب مول الماكياج اللي مشيتو عنده. ليتو انا ما خديتش من عنده ومشيت لماكياج اخر، سولتهم كنقول لهم غير قلم لازاله الشعر بحال حتى بحال ما الشعر، ما قلت لهم لا مارك لا حتى شي حاجه. عطاني هذه، قلت لكم فيها بزاف كما كتلاحظوا في الصور، كتخدم بالحجرات، كتخدم بحجره وحده كيف ما قلت. احسن ان الحجره تكون من نوعيه جيده، الا خديتو غير اي حجره هكايا ما كيخدمش مزيان ودغيا كتسالي. ومن الاحسن يكون تاخذوا هكا ديال الضو، واخا كتكون زايده شويه في الثمن، ولكن معليش كتهنيكم بحال هكا. يما هذا كل مره كيخصك تشري حجره، العيب الوحيد اللي فيه هو انه كل مره خصك تشري حجره. اما هو زوين 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 بالنسبه للبنات بحال هكا اللي كيبغيو دغيا بحال هكا يبقاو مضاربين معاه دغيا، كيحيد الشعر ما كتكمليش 5 دقائق كيحيدو لك دغيا، كيهنيك زعما كيهنيك ما كينوض الشعر بزاف، ما كينوضوش من جهد، كينوض صغبه غليظه شويه، ولكن كينوضها هكذايا متفرقه، ما كتنوضش دغيا، ما كتنوض على مده طويله عاد كتنوض. انا كنستعملو هكايا المسطاج، وكنستعملو هكايا البيل الحجمان ديالي فقط، اما وجهي ما عمرني جربته فيه، باقي لحد الان كنجرب فيه وخايفه منه، كنخاف منه يزيد ليا من الشعر، كنخاف منه يغل ليا الزغبه، كنخاف منه الشعر يبدا ينوض ليا هكذا يدغيا، حيت هو راه داير بحالو بحال الرازوار، ما كينتف ما حتى شي حاجه، هو بحالو بحال هكذايا بحال الغازوار. غير هو المزايا اللي فيه لحد الان ما عرفتش 6 شهور دابا هو عندي. في الاول كنت كنديرو هكذايا المسطاج وكنوض الزغبه شويه غليظه على كي كان، كتعاودي ديري ثاني صافي كيبقى عندك لا مفاد لا والو، غير كيتحيد. اللي لاحظت مؤخرا مع الاستعمال ومع المده بان ديك الزغبه كتهرس، ما كتبقاش كي كان، ما كتبقاش نوض دغيا، وملي كتنوض لك وحده هنا وحده هنا، يعني كينوض داك الزغب مفرق، ما كينوضش هكايا الزغب هكايا وحده وحده وحده، وكتنوض على مده طويله، ما كتبقاش عندها ديك القوه اللي هي اللي عندها في الاول، بحال داك الجهد ديال الزغبه كيتهرس مع قوتها هكذايا. كل مره كديريه كينقص من الشعر، كينقص من الشعر صراحه الله. اللي ما نقصش ليها من الشعر اولا شعرها هي مال في ديما كينوض دغيا ولا هادي، راه غيكون داكشي من الهرمونات، ضروري خصك ترجعي تشوفي الهرمونات عندك واش مقادين اولا ما مقادينش، لان الهرمونات كيلعبوا دور كبير في هذا ديال هكا ديال الشعر، ان الشعر يكون عندك كثير اولا ان الشعر يكون عندك قليل. مهم انا هذا نفعني صراحه الله، غزال البنات. غير هو خص تكون الحجره من نوعيه جيده باش كيدغيا كيحيد، الا كانت الحجره مزيانه دغيا كيحيد الشعر دغيا فزع ما كيتاكلش. هانتوما غنحيد هنايا قدامكم كيفيه الاستعمال، كدي كتخدميه وكتبقاي دوريه هكايا على البلاصه اللي فيها الشعر صافي، وكيحيد الشعر فزع صافي. هاد البلاصه هنايا دغيا تحيدات،
صافي بحال هكا كنستعملو انا هكايا على المسطاج ديالي، وكنستعملو هكايا على بين الحجبان ديالي. فيه هذوك الريوصه متعدين زعما بحال بغيتي هكا بقات لك شي شعره اولا شي حاجه كتعاودي بهذيك اللي دايره بحال هكذايا بحال الرازوار. فيه واحد اخر ديال النيف، وفيه واحد اخر هكذايا ديال المهم دوك اللي الا بغيتي تعاودي هكايا شي بلاصه اللي هي رقيقه بحال ما بين الحجبان والحجبان بحال، يمكن لكم هكذايا تستعملوه هكذايا في اليدين ديالكم في الرجلين في هكذايا الوجه ديالكم. المهم نتوما حتى تجربوه، واش كينوض لكم الشعر هكذايا غليظ وكينوضو دغيا؟ الا كان كينوض لكم الشعر دغيا عرفوا داكشي من الهرمونات، لانه ما كينوضش الشعر دغيا، لا هو في الاول كينوض الزغبه هكذايا غليظه زعما ما نكذبش عليكم، ولكن من بعد بحال كيتهرس داك الجهد ديال ديك الزغبه ما كتبقاش كتولي نوض عندك الزغب مفرق على مود صافي كدوزي عليه تدويزه وحده وكيبقى زعما مهم كيهنيك كيهنيك كنهنيك وما كتحسي لا بالم لا حتى شي حاجه ملي كتكوني كديريه. وسريع منك من التف التف كتبقاي موده. هذا الراس اللي شفتو دابا ركبتو قدامك غير خسر البنات ما عرفتوش علاش خسر، المهم دغيا خسر ليا ما طولش عندي دغيا خسر. ما خدامش بيه دابا الراس خدام، ولكن هو ما خدامش، ولكن الريوس الاخرين خدامين. المهم كيبقاو غير زايدين هاد الريوسه، الا لقيتو تاخذوا غير داك القلم انا هذا خديته بسبعين درهم، سبعين درهم باش خديته البنات، ومازال هاك معاه في الثمن قال لي تقريبا شي 80 درهم كايا 80 درهم قال لي في الاول وخديته ب 70 درهم. الا لقيتو هذاك ديال 50 درهم قلم واحد بوحدو راهو خليته لكم في الصور في اول فيديو، من الاحسن حتى هو خذوه زوين صحتني به الصديقه ديالي من قناه عالم منى. هي اللي كانت تصطف القناه ديالها ومني سولت عليه قالت لي غزال غير خديه قالت لي فن. وهي فاش خديت انا هذا خديته مبدل على ديالها صافي. الا لقيتو هذاك خدو حتى هو زوين حتى هو قلم واحد راس واحد، لان هذا الراس هو هذا بوحدو راه كافي. هنا حليتو قدامكم كتشوفوا كما كتشوفوا كاينه واحد الشيته هكايا كنقي بها داك الشعر اللي تيكون فيه اللي تيكون فيه، وكما تحلوش بزاف المرات لان انا في الاول انا كنت كندير به وكنمشي نحلو نسوسو عاوتاني ندير به نمشي نحلو نسوسو حتى صافي خسر ليا واحد الوقت خسر ما تيبقى ما بغاش باقي يتركب ليا. حلوه مره في 3 شهور ولا مره في 4 شهور، ولا بغيتي ديروه ديروه هكذايا في الحمام لانه راه واخا كيدخل الشعر لداخل ضروري كطيح شي حاجه على برا. المهم هادو هما النصائح اللي غادي نعطيكم عليه انكم ما تحلوش بزاف. انا حليته شحال مره وصعيب باش ترجعيه صعيب باش تركبيه، خاصك تركبيه سنه على سنه وخاص بزاف الحوايج. دابا راه واخا حليته ما سستو ما والو خليته هكاك. حاولوا ما تحلوه حلو مره في 3 شهور ولا مره في 4 شهور هكايا، وحلوه عقلو كيفاش حليتوه كيفاش كيتركب باش ترجعوه باش ترجعوه تركبوه. وغنرجع لكم للموضوع لكم هذاك القلم الاخر اللي خدات الاخت صاحبتي، ولا لقيتو من الاحسن من الاحسن تاخذوا هذيك ديال براون هكذايا بالضو هذيك راه مخيره البنات، الا خديتو هذيك راه مخيره ديروا بها الجسم ديالكم كامل. ديال براون كان قال لي انا مول ماكياج خديها خد احسبها لي ب 100 درهم، وقال لي غنخليها لك بحال هكا ب 90 درهم، وما خديت عليها وخديتها راسطا، ولكن بديت ملي كتسالي لي الحجره لهذا كنعجز على انني نخرج نشري لي حجره. تبقى بالضوء احسن. وهذيك ديال براون اللي هذيك ديال براون اللي قلت لكم عند مول ماكياج راه ما كتنتف الشعر غير بحالها بحال هذا رازوار. اللي كتنتف الشعر راه كاينه في مرجان ودايره تقريبا شي 500 درهم، يعني الحقيقيه الفري ديال براون راه دايره شي 500 درهم، وكاينه هكايا في جوجل ديروا غير هكذايا مزيل قلم مزيل اله مزيله للشعر براون غطلع لكم، ولا قلم مزيل للشعر براون غادي يطلع لكم غطلع لكم غطلع لكم بالاثمنه. كاين اللي حاطين عليها 300 درهم، كاين اللي حاطين عليها 500 درهم، كاين كل وحده وكيفاش كل وحده والثمن اللي حاطين عليها هكذايا. اما اللي بغى شي حاجه رخيصه وهذا وهكذا وعمليه راه هو هذا شي 6 شهور ولا اكثر هو عندي وما خسر ما حتى شي حاجه. باقي مزيان باقي كنستعملو هكذايا مره مره وقت ما حتاجيتو كنستعملو، يعني سريع مخير مخير. اشنو اخر بغيت نقول لكم؟ صافي كنظن بلي انا قلت كل شيء، قلت الاثمنه قلت كل شيء قلت زعما بعد كاين الحاجه اللي خصها تتقال. المهم البنات اللي هما جربوا هذا القلم هذا المزيل للشعر يشاركوا معنا التجربه في لي كومونتير،
واش مزيان واش مزيانش. مهم خليوها لنا في لي كومونتير. الا كنتو جربتو شي حاجه ما احسن من هذا خليوها لنا كذلك في لي كومونتير نستافدو. خلونا حتى الثمن ديالها الا كانت شي حاجه ما احسن علاش لا. واللي مجربه هذيك براون اللي كتنتف الشعر واللي غالي الثمن ديالها شي 500 درهم 300 درهم بحال هكاك تقولها لنا الا كانت زوينه وهكذايا وعمليه وكتولفي على داك الحريق اللي كتعطيك ملي كتكون كتنتف ليك الشعر. تخليها لنا كذلك في لي كومونتير. غنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده وقبلوا عليا وقبلوا على كثرت الهضره ديالي. المهمه باش نوصل لكم ما تنساوش ليا لا فيديو من لايك ومن الاشتراك في القناه ومرحبا بكاع الناس اللي انضمت لقناتي. وشكرا لكم بزاف على المشاهده وشكرا لكم على التعاليق الزوينه اللي كتخليوه. بسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.